ما هو دعاء كعب الأحبار الذي يحفظنا من السحر؟ نعم هو كعب الأحبار هذا التابعي شو قال؟ قال: لولا كلمات أقولها لجعلتني اليهود حمارا. هون معنى لجعلتني اليهود حمارا أي لحولتني حمارا في أعين الناس، وليس إنه بالسحر يحول الإنسان البشر إلى حمار نعم حقيقة. معنى الكلام أي لسحرتني. نعم ودعاء كعب الأحبار الذي يحفظ من السحر بإذن الله تعالى هو: أعوذ بوجه الله العظيم، أي بذات الله العظيم، أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. هيدي بتقولوها 3 مرات صباحا و3 مرات مساء، إن شاء الله تحفظون من السحر، ولو كان من أرذل السحر، من أقوى السحر، إن شاء الله. كالسحر الذي يسمى الفودو أو السحر الأسود بإذن الله تعالى.